صباحكم الله بخير. صباح الورد والعسل. اليوم خلاص نصور الباص. اليوم احلى شيء الجو جميل. اي بس لا اي الجو اوكي جميل ورانا ساعتين بس خلاص لا نزهقهم بالباص. لا احس هم زهقوا. شوف السكان 100% في فضاوه، اللي ما شاف فضاوه خليه يرد حق الفيديو اللي طاف. انا قمت من النوم يعني حاشني باص الحين مره ثانيه اخر يوم ولا بالليل خلاص شيء خلاص بس. اي طياراتنا بالليل عاد. بس الحلو ترى ان طياراتنا بالليل، تدري طياراتنا الصبح وانت شبعان نوم تقعد هالثمان ساعات هذه كذي بالطياره. صح تتوهج. تمل والله تزهق. ورانا سفره ثانيه. يعني انا شخص احب طيران الليل. راح نشبع نوم بالطياره ونروح الكويت كم ساعه ونرد نطير نفس اليوم فزين. اي اي زينه حلوه. تطلع بي من ويوهنا والله. ما له داعي نقول ها؟ ختامها مسك اطول رحله. هي مو اطول بس ما ادري تعذب اكثر واحده. ايش كثر صار لنا؟ اي فوق ساعتين ونص. حلو يعني. شنو يبي لنا احنا؟ يبينا ناكل والله. ناكل. والله يبينا ناكل. يدرون احنا مو قاعد يعجبنا الاكل قالوا بنشوف لكم مطعم عربي يعني. ايه خلينا نشوف عاد. قاعد نسمع صوت قطو طول الوقت. والله قاعد ادور القطو وين؟ مختارين طلع هذا الشايب قاعد يطلع صوت. والله عجيب والله. والله يننا. خلنا نروح ناكل شو اسم المطعم؟ اسمه طبعا ما لقينا شيء عربي اللي قالوا انه مطعم اسمه علي فلافل. علي فلافل كل شيء علي فلافل علي بي انت ايش موضوعك؟ علي اكسبرس علي بابا علي كل شيء ليكون انت الماسك الصين كلها و يلا حيا يلا حيا. والله شكله مرتب زين. شكله؟ انا ما جربت اكل انت. راح اطلب كل شيء بالمنيو سلكت اول. تعال تعال تعال. يا هلا بالشباب. ايه ادري هلا والله هلا. حياكم حياكم مطعمكم. ايش قطت جنطتي؟ حياكم مطعمكم منو هذا؟ ما اسمع. ايش قطت جنطتي؟ ما لي شغل. انت اغراضك كلها شيء فوضى فوضى حياتك. حسن منتذر وطايح. شو الرحله ممتازه؟ ممتازه صح؟ انا اشوفها ممتازه. كل شيء ممتاز. مرتاح ان شاء الله. والله بدلعكم سلكت اول من الجلده للجلده. من ثانك يو فيري ماتش. الايسر الى الايمن كله ايسر ايمن. تعال شوف من الجلده للجلده راح ندش بهذا. لا لا هذا مو الجلده للجلده. لا من بعد الجلده للجلده حتى هذه. يا ابو علوه طاب خاطرك مطعمي بعد ما يحتاج كذا. اي مطعمي صح. حسن ايش رايك بمطعم علي؟ ممتاز ممتاز. ها ممتاز شن يعني العكس. تحب الفلفل؟ ها تحب الفلفل والسبايسي صح؟ ايه هذه سبايسي؟ جربها بس. يلا خليكم انا راح دقيقتين الطاوله راح تختفي. وعلوه ترى شلون المزاج الحين؟ الحين المزاج عالي. خلاص الحين تحس اخر يوم بالصين واحلى اكل كليناه من مطعم والله اللي شنغاي. ايه اللي فلافل. ويتوهق بالاكل. والله اكلهم حلو ما شاء الله حلو حلو صدق يعني. ممتاز والله. لا ممتاز. وحتى ممتاز ممتاز. الستاف اللي داخل يشتغلون اهم عروض. ستاف عرب يعني يشتغلون داخل هم اللي على الشاورما واقفين هم اللي يسوون المقالي الفلافل الامور هذه. قاعد تسوق حق مطعمك؟ لا والله بس صدق يعني يستاهل. بس والله احرجونا يعني فصلونا عن كل المجموعه عشان يودونا اكل خاص. لان كانوا هناك المجموعه الثانيه رايحين مطاعم ثانيه مطاعم صينيه وغيره هم ياكلون عادي. مع انه والله واحد فينا اشتكى بشيء بس هم كذي من نفسهم حاسين. هم حاسين شهيتنا على الاكل مو طبيعي. هذا اكلهم بس. فزين الحمد لله. يلا الحين شنو بنروح سوق شعبي ولا شنو؟ والله خلينا نشوف وين بنروح. طالعين بعلوه بشنو؟ بالبيوك. بيوك بيوك. ايه وصلنا بجنطة سيما. تعال غيرت رايك عقب البيجينة تشوف؟ على شنو؟ احلى من سيما ولا سيما احلى؟ صدق هني حق اللي يدور سيارات وكالة. انا بالنسبه لي سيما لان انا احب التعديل اكثر من السيارات الجديده. مكس. ايه هناك مكس. انا احب السيارات الجديده والله احب اشوف سيارات جديده. ايه يمكن لا انا شويه اميل حق السيارات المعدله اكثر عشان شي سيما يوز اكثر. بس عموما هني انا متاكد ان في عندهم معارض بعد حق سيارات معدله وغيره حتى باليابان عندهم اتوقع. ايه ف بس احنا ما رحنا الا سيما كذا مره رحنا. حسن ايش رايك بهالكلام ممتاز؟ انا شايف الكلام ممتاز صراحه يعني موزون جدا صراحه. كفو كفو والله ممتاز. هذا اعلى درجه من الممتاز. ارفع لك القبعه ولا ما داعي؟ لا خلها خليها زين عشان مطر اليوم وشعري مو مشط اصلا. لا عشان التصوير. ليه علي doesn't like Chinese cars. باي 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 علي.
I go خلاص يلا بنزل. He's half American and also he doesn't like China also. He doesn't like China. Do you believe him? I'm not sure. I'm not sure. وجهك ما مو مطمئن ما تخليه يصدق. أنت معي فريق حسام. 100% كلامك منطقي. كلامي منطقي صح؟ See حسام says I'm right. Yeah, right. Okay. Yes. Because you have three cars, American cars. Okay. Yeah. You don't like Chinese car. I have Chinese car, and I have Japanese me, car, no, no, and American car. If you promise me you will just buy one Geely, then I will trust you. I will not trust Uma anymore. I buy one Geely. Yeah, tonic discount. Geely, give me a good discount in Kuwait, I will buy. What kind of discount? In Kuwait, if they give me a good discount, okay, I will buy Geely on I think September. Please continue. خلاص. Will you invite him again? If he buy a Geely, then we will for sure invite him again. So my love for China is based upon me buying a Geely car. Think about that. This is very easy. I can buy Geely, and you can say, "Oh, he loves China." But maybe I don't like China. It's not real. Don't trust Umar. Don't trust. This is the devil. This is the devil. He has horns and everything, but you can't see him. I can see him. I can see his true colors. He doesn't like China because America can't compete with China. Really? Yes. Okay. They can't compete now. They are losing it. Now he's saying something very nice, very lovely about China, but you didn't even have a Chinese car. Okay. I have a Chinese car. I just said I have a Chinese car. Okay, no Geely, right? No Geely, no, but I have a Chinese car. Mm? Yeah, I have a Taurus. Mondeo. Mondeo. Ford next time, inshallah, Geely. Yes. خلي يشوفون الفيديو Geely الكويت يعطونا خصم زين عشان لا تزعل علينا. Next time you tell Geely in Kuwait, they will not bring him until he buys a Geely. Okay. But which kind of Geely? Monjaro or? For sure, Monjaro, why not? Monjaro. Monjaro, sorry. Will we get the E8 in Kuwait? E8? I cannot promise now. We asked you to have this kind of plan, so we will let you know later. Okay, so he can buy a Monjaro for now. Bye. And after, if we get the E8, he can buy an E8. Do you know he is half British and he also doesn't like China? ask him what is his card. What do you own card? No, I would like to ask him. I have an American card. No, no, say it gets even better. I have a German car, okay, and an American car. And I'm thinking to buy a Chinese car. Okay. You think? Then you are the angel. But you... خلاص بس رسمت علينا أنا الشيطان الرجيم. ما يصير. He has an American car, yes, German car. And that's why he will just buy the Geely car. Then, but you... How do you know next time he will buy? And if I promise, it doesn't mean... American promise is not a true promise. So you can't take him serious until he buys a Geely. So tell me, when you will get one Geely? Soon. When? After you come back to Kuwait, you will just go to the Kuwait distributor, the Geely Kuwait distributor, and buy one Geely. Yes. Okay. Let me tell you something. What if we go back to Kuwait and both of us buy Geely? Really? Yeah. Okay, maybe I will just... Fly to Kuwait and congratulate us. Make the agreements on paper. Okay. And let's just have a signature and have a stamp on these agreements. Okay. لما نروح الكويت لازم نمر على جيلي. You need to come to Kuwait to do the papers. Why? Because I can do this paper in China. No, no. We'd like to have the honor to do the papers with you in Kuwait and invite you to the Kuwait culture. الله الله الله. شوف شلون يتلحوس بالحكي شوف شلون يتلحوس بالكلام صيدها He's trying to convince you, see? Chinese water. I love Chinese water. قاعد تحاول تحسن موقفك؟ والله قاعد احاول حسبي الله عليك. خلاص خلاص خربت العلاقات بيننا وبينهم مع انه اصلا ما كان في كره بالموضوع بس انت شغلتها فيها. خلاص الحين لما درت انك نص امريكي ما جاي حاكيني اصلا. شوف مشوا قدام والله شوف على الامريكي هذا تصدق قبل كلام شنو ورانا الحين شو يمشون لا تخيل يعني كانوا شوي مو مقتنعين بالكلام كان اقول لهم اعطيكم دليل شوفوا جنطته جايكم جنطه من معرض امريكي هني خلاص انتهى الحوار الله يهديك علي اللي قصمت ظهر البعير ها الله يهديك هذه هي I think we need to get rid of Ali and have a nice time over here
قاعد تحش فيني صح؟ ما ادري انا قاعد اصور بصراحه. اي سيد جود حش حش. هذا الشارع في اسواق شعبيه لان علي طلب يروح مكان. هلا هلا انا علي اول مره اشوف صغار بالصين. واضح شكله مو اول مره اشوف صغار بالصين والله ما شفنا ياهال وايد. ترى عندهم بس كل واحد مساكين والله. انا قاعد اسمع هلا هلا اثار حق سمعت بس ما ادري والله. علي كان يبي اسواق شعبيه ف يبونا هنا. شوف اي ديره تسافر لها وتروح نفس الاماكن اللي عندك بديرتك انت ما سافرت صح. لازم تمر الاماكن مالت الديره نفسها الاماكن الشعبيه مالتها. ايش رايك نسوي يعني فقره نصايح علي؟ نصايح علي نصايح علي والله خاف اجيب العيد. انا عندي سؤال. قول ليش ما اكلت كلهم؟ اكلت والله والله لا قهوه قهوه. تكذبني تكذبني تكذبني. تذكر ان تذكر ان الله فوق قاعد يطالعك. شوي اعطى سؤال ثاني. والله شوف اكلت النودلز مالهم تعتبر واكلت السوشي مالهم واكلت يعني الرولز وهالسوالف بس ما قدرت استسيغه. مو اكلي احكي قبل ورطني مقدمتي المايك وتكتشف خيانته العظمى حق تشاينا. ليش ما طلعت تقرب القطارات؟ حبيبي اترك عنك هذا كله. نبي حلوى عمانيه. حلوى من عيوني والله من عيوني. كنسل الموضوع خلاص. ترى سكر السالفه. ليش ما قربت قطاراتهم؟ قلت زحمه وانا ما اريد اعيش حياه الكلتشر ماله. انتوا ركبتوا قطاراتهم؟ انا ركبت. ما حد ركب. انا راكب. كلنا رحنا وردينا بالباص. لا بس انت ما طلعت لما قلت لك خلينا نطلع. قلت لي لا ما اقرب القطارات انا ما احب الزحمه. انا ما اذكر اني قلت كذا الكلتشر. اللي قاعد تفتري علي فوقك رب العالمين. انا مالي شغل. قال لي رب العالمين رحت فيها صح. قاعد تفتري علي كلام ما ادري شلون. والله اللايف ستايل والله اللايف ستايل. يلا وين سؤالك اللي راح تساله حق كبار السن؟ بس الاقيهم لازم الاقي واحد شكله شوي يعني جود مود. انا جود مود كبير السن بجود مود بهذا المكان ما اتوقع لانه ما يحبون الزحمه. بيوتيفول بليس. وات از ندور نانجينغ. يلا اذا لقيت راح اقول لك. نانجينغ از اولسو ذا سيتي. ابو علوي قول لي صرت من ربع شو يسمونهم هذول انمي. لا ترى مو من ربع الانمي انا بصراحه ولا اعرف فيهم ترى وايد بس يشدني يعني تشدني الاماكن هذه احب اشوف. بس ما اشتري وايد يعني. كتبوا التعليقات الناس اللي مهتمين خلينا نشوف ايش كثر الناس يهتمون بالامور هذه. انا مو عارف وين المتعب بالموضوع بس اكيد لها متعه يعني. مول كامل يقول لك والله طلع مول كامل الموضوع. انا عبالي محل واحد بس. في ناس حلمهم المكان هذا عيل. ايه يحبون هالسوالف. ها قول مره ثانيه علي. يقولون في مشكله بين الصين وامريكا انه ما يعني ما بينهم تجاره او شيء كذي وفي مشاكل بينهم. تفضل. ابل اكبر مجمع كامل. مقابله يبا والله لا تصدقون كل شيء بالاعلام. مقابلة. لا تصدقون كل شيء بالاعلام. واو يا اذا ما شفنا احنا قايم في الدرب وقال تسلع. ها تسلات ايش كثر بالشارع. ايفونات اغلب الشعب اللي قاعد نشوفهم عندهم ايفونات. شوفهم والله اللي ماسكين تليفوناتهم والله اغلبهم بايفون. وصلنا نيويورك. نيويورك شنغهاي. نيويورك شنغهاي ايه. وصلنا مكان الناس تتجمع فيه يشوفون الظاهر الجانب الثاني من المدينه. نصعد فوق الحين ونشوف. هني المدينه مزدحمه يعني تحس ما تحس انك بالصين. غريب يعني ما شلون احساسك غريب. تحس باوروبا على امريكا على ميكس من كل شيء. والله زحمه هني. ها اي والله زحمه. شوف الزحمه الكل هني عشان يشوف. شوف هذا موضوع العلم شائع عندهم يعني اذا جروب يمشون مع بعض الليدر يمسك العلم. زين يا نروح يمين يا يسار. هني الناس كلها متجمعه يمين يسار في مكان شوي. بس خلنا نسوي زوم على المباني مع الضباب طالعين حلوين. مثل ما قلت لكم شنغهاي الثيم مالها مختلف عن مناطق ثانية. حقا راح يطق لي؟ لا ما يطق لي. ابو عمره ما ودك نمدد؟ والله ودي بصراحة بس في شغلة يومين بشنغهاي في شغلة توها طلعت ببالي. خلي الموضوع هذا. شوف عدد الكاميرات اللي فوق. ايه مراقب مو بس عدد الكاميرات عدد الشرطه اللي موجودين. اوه شيء يعني وايد كبير حيل. شرطه كل مكان كل مكان. شوف دوريه هناك
كل مكان كل مكان هاي ما يندرى سيفتي شلون بس ما شفنا شيء يعني امور تمام تمام اللهم الكوبي كل شيء تبي كوبي كوبي اي يبون يبيعون هذول المشوار والله ودي امدد صراحه والله حلوه حلوه بس شلون احنا بنرد هذه المشكله عندنا سفر ثاني نطير نفس اليوم اي اللي زعلوا ليش زعلوا حرام والله يا اهلهم يكسر خاطر اكثر ويبكي صدق يعني اكثر من ماريا لا هذا تعتبر بحيره ولا نهر ولا شنو والله اتوقع نهر كنا سمعتها قبل شوي قاعد تقول ريفر بس المكان روعه حلو خلينا نشوف بعد اذا لقينا الحين تريب بالعباره مثلا تقدر تشوف المدينه كلها يلا خلنا نروح نشوف او روح في حديقه قالوا عنها قويه حيل يلا خلنا نروح نشوف بس ننطرهم عيوننا يلا الحين هم كارهينك يمكن ما يودونا مكان ما عليه ما عليه نحاول فيهم ان شاء الله ان شاء الله يعني ما ياخذونها بشكل شخصي ان شاء الله ممتاز شوف الفقره هذه ممتاز المكان ممتاز 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 جدا ممتاز هذا اخونا حسن من حساب وكالات الوكالات الوكالات في قطر وبحسابه الشخصي مسوي فكره حلوه انا اتابعهم اللي بالانستغرام يسوون كذي يعني يوصل حق الدول اللي يوصل لها ويسال الناس مثلا مثلا يعني شنو 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 سويت وانت شباب هل سافرت وايد يعني امور كذي لايف ستايل ياخذ نصايح من كبار السن شغله حلوه والله من جميع الدول شغله حلوه وتختلف النصيحه حسب الدوله وحسب الحضاره وكذي شغله مو قادر يفهم الحين انه يبي النصيحه لا ممتاز ممتاز اقول لك مو قادر يفهم والله راح يفهمها خلنا ناخذ النصيحه ونقول لكم شنو النصيحه اللي نصحها اياها طبعا هو يسوي نفسه متاثر ومندمج وشيء وهو مو فاهم الريال ولا شيء عندنا مترجمه لي قاعد ترجم له هو قاعد مقدما يتاثر لانه راح يترجمون له بعدين راح يتاثر اكثر راح يتاثر اكثر يمكن يوصل لمرحله البكاء ممكن ممكن ممكن, ممكن احنا كلنا نوصل مرحله البكاء اهم صح بس خلينا يخلص ونشوف شنو اللي قاله بالضبط شنو كانت النصيحة؟ لحظة صدق شلون قاعد اسألك بدون مايك نصيحته انه ما تصير نفسه يعني تسوي اي شيء في الدنيا عشان ما ينتهي المصير فيك نفس الشخص اللي اعطاه النصيحة الحين شنو مشكلته؟ مشكلته انه تعب كثير في حياته وما حصل شيء يعني السبب بحساب انه ما تعلم من اخطائه فنصيحته للشباب انه يتعلم من اخطائهم يعني انت الحين ذكرته بهمومه هو شكله الحين بيروح لا الحين بيروح خلاص بس لا تكمل نشوف الاخبار الله يهدي شفت ايش سوى بالريال الله قلب المواجه والله اي والله الله يعينه انا حسيته وهو يشكي مو فاهم شيء بس من الطريقه يعني مؤلمه حقيقه مؤلمه يعني حقيقه مؤلمه صح مؤلمه مركزين قدم لكم الحين شنغهاي القديمه وبعد شوي راح نقدم لكم شنغهاي الجديده اللي هي شنغهاي الماليه اللي فيها التاورز اللي راح نروح لهم الحين ان شاء الله شكرا خالي نعم ليه why do you use an iPhone why not Chinese brand phone okay well I just come back to my phone I will just change it brand you change yes I'm changing you promise I promise when okay. I'll have your old iPhone then okay no 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 give me some money and I will just give me you my old one okay you too I will give you money for your new phone but you give me some money for my new car Geely Yeah, so I buy a Chinese car, you buy a Chinese phone, and we get along. Okay. Okay? Mm-hmm. I need only maybe 9,000 Kuwait dinars. Huh? You can just check with Steve. You're going to get a house. What do you think of the trip, Hassan? ممتازة جدا ممتازة ولا عادي يعني ممتازة خلهم يحسبون ولا كمام تمام خلهم يحسبون كم مرة قلنا ممتازة اي والله بالفيديو يحاولون يستوعبون يعني شنو المقصود فيها قاعد تعاني انت من كلمة ممتازة انا خذ معي الموضوع يومين عمل عشان افهم اصلا ايش معناتها قلنا حسن لاحظ انه علي لما يقول ممتاز ممتاز يعني قاعد يصرف اللي قدامه يعني سكر الموضوع ايه بس يقول لك يا اخوي اللي ما يعرفك ما يثمنك بس هو عرفك كلنا عرفك انه بعد ايش بعد ايش بعد ما سلك لي السفره كلها ممتاز ممتاز وتعبالك انه فعلا ممتاز اي بعد بعد 30 ممتاز انا فهمت فهمت انه ممتاز يعني خلاص يعني بس سكر الموضوع والله
قال لك هذا الانسان سيء. بس ايش اسوي بعد هو المراه كلها مشوه صورتي انت قدام الناس واحتاجها بالسفر. تدري ايش اقول؟ ما اقول الله يسامحك. شوف قاعدين نلف ترى الله يسامحك. لا والله كل اللي ذوقونا الحين شاي الصيني. شاي حليب صيني. شاي حليب. شاي حليب بالكويت عندنا في هندي في الكرك في هني عندهم هذا كرك صيني. والله منتشر حيل اشوف كل مكان عندهم ملك تي يهزمونا عليه وخنشوف ان شاء الله يطلع ممتاز عاد. اي والله ان شاء الله يطلع شاي. انا توقعاتي يطلع ممتاز. الحين يودونا فوق الضباب مو فوق السحاب. ها فوق السحاب في اغنيه كنا فوق السحاب او شيء كذي بس احنا فوق الضباب. والله خلص الشاي الصيني الحين ممتاز ممتاز ونروح المبنى فوق. الله اكبر كم طابق تهجى والله كبار انا اتوقع 150 طابق. وش راح يبين اذا هذولك طلع دم منها تعطيها هذه حركه يعني الغوص 150. حركه الغوص في الوقت الغلط ها عند الدور ال 150 تسويها ايش اسوي بعد احسن ما تنفجر طبله اذني. والله طويل والله. شاي وحليب الصيب. شاي حليب الصيب من اجود انواع الحليب ما له شغل الحليب البقر. المهم طعمه تحب تكبر المواضيع ها طعمه شو اسم الورده هذه مو الريحان الياسمين. الياسمين شام ريحه الياسمين. انا قاعد اشرب حليب شاي ياسمين. يبي يسوي لك مقابله شكله. نعم قل له ممتاز شلون شاي. ممتاز والله ممتاز ها حلو زين زين. في شيء غريب. شنو؟ شاي حليب وعود. اي والغريب حتى العود شكله غريب. شوف ثلاثة حبيبي الصين عبارة عن عالم بروح دنيا بروحهم ما لهم شغل باقي العالم. تيجي هني تشوف أشياء ممر علينا. تقدر يعني شاي حليب ينشرب عود والعود غريب. مبين حسان ما عجب الشاي. مضبوط ممتاز ولا مضبوط؟ ممتاز. حسيت والله حسيت شاي ممتاز ولا مضبوط؟ صراحة مش ممتاز بس احنا عندنا المصطلحات ضرب الحين. ايه فخليك انت على مصطلحاتنا. يعني مش ممتاز يعني حلو. اوكي. صح؟ حلو. حلو. حلو زين. حلو زين اي والله. ستيرلينج؟ Is this a famous place? Yes. Famous معروف عندهم. Not most famous but it's famous. It's famous. مو أعلى شيء عندهم. Actually we have many brand for وايد ماركات عندنا. And this is one of the good ones. We like it. Really? It's nice, yes. Yes. I needed to drink twice a week. أبو علوة جاهز حق الصعدة. إيه. حسان يقول في رهاب من الارتفاعات ها؟ فوبيا الارتفاعات؟ فوبيا واجد. بس والله احترمك جدا يعني. سحبت على الفوبيا ها؟ إيش شفط عليها. يقول لا ما راح أخليكم بروحكم. لاحظتك أنا لما أطلع فوق. راح يبين أحيانا أقول لك كفو والله. 88 دور 88 9 امتار بالثانية نصعد. ممكن سكر الدور كان عادي اذا مفتوح. اي لا 88 اي طابق 88 كم ثانية؟ شوف ماكو شيء غيم. كم ثانية؟ بس هذا 45 ثانية. هذا المنظر؟ اي بس لان ضباب. شلون المنظر حسن؟ من هاي الزاوية من هاي الزاوية ممتاز ها؟ من هاي الزاوية والله احنا خسرناهم فلوس على الفاضي. والله شوف ما حد كان يدري ان شنو راح يبين فوق. كان ممكن يكون كذي وممكن يكون لا الغيم شوي نازل فلما نصعد نشوف فوق. بس اي بس احنا طلعنا مو فوق الغيم احنا طلعنا الحين في خلال الغيم بالنص. هايست هوتيل. ولو اوف تعال من اللي فيه فوبيا. والله عادي وضعك جاي طالع والله لا فوبيا ولا شيء. والله لا فوبيا ولا شيء. قص علينا العماني. شكله فاهم الفوبيا غلط. Is in a building is 53 to 78 floors is a hotel. 53 to 78. Yeah, شنو okay. المعلومة؟ ما انتبهت. أطول فندق فخم في العالم. لدور 87. كاشوف يقول لك. جراند حيات هذا. اي بس يقول لك شنو ذا هايست 5 ستار ديلوكس هوتيل بعدين يقول لك من 53 ل 87 هو السكن يعني الفندق الغرف من دور 53 ل 87 اللي تحته عاد ما ادري شنو يمكن مكتوب للتسليه دشوا بوكينج كتبوا جراند حياه شنغهاي شوفوا الاسعار
ودونا مطعم جميل جدا صراحة، موقعه حلو، ما كلينا يعني، بس أقصد الموقع مع المطعم وايد جميل والله، ما يهدونا معانا طول الوقت. شنو تبون نوديكم؟ وبصراحة شنغهاي عجبتني وايد، حلوة وايد مرتبة. أخيرا بنودع المدينة وبنروح المطار ونرجع الكويت. يا جماعة عندهم شيء غريب جدا بالإشارة، يعني اللي بياخذ يوتير أو فوق تحت عادة عندنا إحنا يكون على اليسار، هني عندهم لا، اللي على اليمين هني هو اللي ياخذ يوتير، يعني تشب إشارته أول يلف حول السيارات كلها وياخذ اليوتير. أتوقع بسبت إنه في باصات كبيرة وايد، فخلاص خلى اليوتير حق اللي من اليمين، بس أول شيء تشب إشارتهم وياخذون اليوتير بعدين تشب الإشارة الثانية. وعلوة شنو الملاحظات اللي لاحظتها على الشعب الصيني؟ والله شوف، تقريبا كل منطقة غير، يعني اللي لاحظته ببكين غير عن اللي لاحظته هنا في شنغهاي. بس في طبع عام، حبوبين، محبوبين. طبع عام حبوبين، حبوبين والله، محترمين ويحاولون يساعدونك بشتى الطرق، حتى لو واحد غريب لدرجة انت تقول له خلاص تكفى، بس يعني اي والله تسأله سؤال ما يفهمك تقول له خلاص اوكي سوري وثانك يو بتمشي بدبر، تعال طلع تليفونه ويحاول غصب يساعدك، يحس اذا ما ساعدك في شيء ناقصه. خل اقول لك بشنغهاي شو اللي عجبني يمكن اكثر من بكين، الزحمه فيها شوي اقل، وكميه الناس اللي هني موجودين ناس تبي تطالع تبي تشوف، يا سياحة، حتى الصينيين جايين حق سياحة ويبون يستانسون. بكين كان الوضع سيريس جدي، مو سيريس، أصابعهم مشبوكة وماسكين تلفون العموم تك 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 تك، ولا يدرون عن اللي حولهم. بس هذا طبع عام بالصين. اي بس هني أقل بوايد، أنا لاحظت هني بشنغهاي وايد أقل. التليفون عندهم يعني 24 ساعة التليفون، وهو يسوق سيارة وهو يمشي على ريولة وهو يسوق سيكل وهو أياً كان قاعد ياكل، لازم إيد تاكل بالشوب سكس وإيد تليفون. الشيء الثاني اللي صدمنا هني بشنغهاي الترند، يعني شفتوا الترند مات التيك توك؟ هم ما يستخدمون تيك توك عندهم، أعتقد محظور عندهم، عندهم برنامج ثاني يعني من نفس الشركة، نسيت والله شنو اسمه، قالوا لي شيء دانس أو شيء كله ترند، فتشوفونهم بالشارع العموم حاط ستاند والكل قاعد يسوي ترند، يعني كل واحد قاعد بحاله كذي قاعد يسوي ترند، قاعد يرقص حاط له كاميرا، فوايد فيهم هوس على الميديا والترندز والامور. اي يحبون هالسالفه هذه وايد، استغربت منهم والله، بس ما تشوفها عندنا هالسالفه. في شغله استغربت منها انا قبل شوي. شنو هي؟ شفت البرج اللي صعدناه؟ اي اللي هو افخم اطول برج بالعالم، هو قال لك بالعالم صح ولا بالصين؟ اطول فندق بالعالم، اطول فندق فخم. فاخر، اي فخم بالعالم. تدري ان دخلت توني البوكينج وشفت الغرفه وطلع سعرها عادي جدا. اي والله صدمنا من السعر، 50 مع التاكس 60 دينار، 60 دينار يعني بالريال 800 ريال تقريبا، اكثر شوي 800 تقريبا يعني، بس السعر بالدولار 200 دولار يعني جدا تنافسي السعر بصراحه والله يعني غريب. أنا لقيت بيطلع لنا الليله 200-250 دينار، يعني هي مدينه فخمه، فانا توقعت يعني فنادقها تكون شوي اغلى، وبما ان هذا يعني افخم اطول فندق في العالم توقعت أيه. ان هذا راح يكون شيء غالي حيل، شيء فخم وخيالي حيل السعر. بس واحنا ماشيين قاعد نطالع فنادق وابراجهم وكذي، مبين ان الابراج مالت الفنادق فخمه وحلوه وايد يعني. وايد وايد، فاللي يحب الفنادق راح يستمتع. وبس هذه يعني الاشياء اللي لاحظناها، والاكل اخر شيء. الاكل لاحظنا هني بشنغهاي عندك اوبشنز وايد، تنوع. اي صح، يمكن انا قلت لك لان المدينه هنا تحسها فيها وايد سياح، فقاموا يوفرون لهم تنوع في الاكل. خلاص ما فينا، وصلنا الى الفلوج هنا، نهايه الفلوج ونهايه السفره، ولكن مو نهايه المحتوى، مو نهايه المحتوى، راح نقفل لكم الفلوج هنا ان شاء الله، لان خلاص ما راح نزهقكم خلاص يعني بالمطار ورادين. اي مطار شنغهاي وبنرد بعد شوي ان شاء الله، ولكن خلكم متابعين الفلوج القادم راح يكون حق دوله ثانيه وسياره ثانيه، وراح يكون من باكر، فتابعوا معنا ان شاء الله. وشكرا جيلي الكويت علي الغانم، وشكرا جيلي ميدل ايست، جيلي جلوبال، احرجونا بصراحه بكرمهم، واهل الصين كلهم احرجونا بكرمهم وضيافتهم اللي بصراحه
ما شفنا وايد دول يسوونها يعني ولا شيء سلبي شي. يعني صار ويانا وفوق هذا كله يقولون لا تصحون اي شيء تحتاجونه كلمونا قولوا والله احنا مستحيين منكم اصلا انتم سويتوا لنا اكثر من المتوقع فشكرا كل اللي تعب على هالرحله هذه وان شاء الله نكون يعني وفرنا لكم المحتوى اللي رحله جميله بصراحه و خلكم متابعينا وبعد السفره الجايه خلاص بعد لا تقولوا لنا مالنا خلق بنريح وننزل لكم حلقاتنا اللي هي كل سبت اريح لنا ها بعدين ان شاء الله بعدين نشوف اذا فقدتوا سفرات فتره ممكن نقبل دعوات جديده باذن الله اشوفكم على خير.